إذا حاولتم ستحصلون على الجائزة. اليوم تحتاج بطلتنا إلى الرسم. مرحبا بكم في تحدي رابابا. هل أنتم مستعدون للحصول على الكثير من الكولا؟ يا إلهي، الكثير من الكولا، كم عدد العلب؟ هناك الكثير منهم، يكفي لوقت طويل، عليكم أن ترسموا الآن. أحتاج إلى اللون الأحمر، أين هو؟ ليس لدي لون أحمر، غريب، لأن كل الأحمر لدي. وماذا أفعل الآن؟ بالضبط، آمل أن توافق على هذا التبادل. فيفيان، انظري، رائع، علكة لذيذة، أنا فقط أحبها. أنا مستعدة لمضغها إلى ما لا نهاية. هل قمت برشوة فيفيان؟ ليس عادلاً. انظروا إلى الفقاعة، هذه فرصتي. هنا أيتها الماكرة، لكن لا مشكلة، لدي فكرة. أحمر الشفاه أيضاً أحمر، مما يعني أنه مناسب. يبدو أنه يعمل بشكل جيد. فيفيان، ما خطبك؟ فقاعة غبية تمسكت بي. هاي، أين لوني؟ كان هنا لون أحمر. لدي بعض الطلاء، لكن لا مشكلة، أعرف طريقة لصنعه بنفسي. جاهز؟ لم أكن أعلم، ولن يكون الرسم سيء. هيا يا بنات، انتهى الوقت، أظهروا عملكم. انظر كيف، في رأيي فقط رائع. رائع؟ إنه فظيع. أنت فقط لا تفهم أي شيء عن الفن. كيف هو الرسم الخاص بي؟ هذا أفضل بكثير، أنا أحبه. أحسنتي. وهنا خاصتي. واو، أنت فقط جميلة في هذه الرسمة، أحسنتي. رائع. تعالي إلى هنا واحصلي على كل الكولا. ذاهبة، هذا غير عادل، لابد لي من الانتقام. أنا فقط أعرف طريقة. ماذا تفعلي؟ انظري، لديك الآن إمدادات العام. الآن دعونا نرى كيف تحب مزحتي. شكراً. ما هذا؟ لقد خدعتني، لا أريد حتى الكول الآن. لكن هذا ليس أنا. عاملة المزحة. هل أنتم مستعدون لما ينتظركم؟ هذه مجموعة كاملة من سكيتلز. يا إلهي، رائع. لكن عليكم أن تسرعوا، بدأ الوقت. سأنزح بالتأكيد، سأرسم كل الحلوى بشكل رائع. لابد لي من الفوز، يجب أن تكون الحلوى لي. لكن اتضح أنه سيء، لا يمكنني رسم أي شيء باستخدام أقلام الفلوماستر. أحتاج إلى الحلويات نفسها. من الجيد أنه يمكنني ببساطة سرقتها، لن يلاحظ أحد. في الواقع لاحظنا. الآن يمكنني عمل نسخة طبق الأصل عن هيكل الحلوى من هذه الحلوى. حسناً، الجميع يبلي بلاءً حسناً، أحتاج إلى خطة. أحتاج إلى لف جميع الأقلام بشريط لاصق. الآن سأحصل بالتأكيد على رسم يشبه الرسم الأصلي. واو، فكرة رائعة، لكن لا يمكنني السماح لفيفيان بالفوز. هناك إلهاء واحد فعال. توقفي عن فعل ذلك. لا أستطيع رؤية أي شيء. إنها تعمل كالساعة، الآن رسمتي هي الأفضل. وخربت رسومي. لكني أحتاج إلى بعض الماء. البصل يجب أن يساعد. أتمنى ألا أعاني عبثاً. يبدو أنه جيد الآن. انتهى وقتكم، أظهروا رسومكم. لدي رسم غير عادي. نعم، مسمى هذا سيء جدا. لماذا؟ رسومي خربت. ألا تخجلي من إظهار هذا الرسم؟ إنه فظيع. لكن هذا ليس بسببي، كل شيء بسبب جوليا. لا تستمع إليها، انظر إلى عملي. هذا ما أفهمه، رائع جدا جوليا، لقد فزتي، احصلي على السكيتلز. لطيف جدا، كنت أتمنى الفوز. هل بإمكاني تجربته؟ وأنا بالتأكيد خذوا. الآن جائزتكم ستكون الآيس كريم الفاتح للشهية.
الواقع لذيذ. إذا كنتم تريدونه أرسموا لديكم دقيقة. أوكي. الآيس كريم سهل مثل تقشير الإجاز. ماذا هناك لرسمه بعد؟ أوافقك، يمكنني بسهولة أن أسم هذا الآيس كريم الغبي أيضاً. ولجعل الأمر أكثر إقناعاً، سأضيف بعض الخرز الملون. رائع، تبدو رائعة. أعتقد أن لدي فكرة أيضاً. سأزين رسومي بإدخالات ثلاثية الأبعاد صغيرة لجعل الآيس كريم يبدو وكأنه حقيقي. حقاً رائع، لكن يجب أن أفوز. انظروا ماذا لدي. ما هذا؟ أغلقوا عينيكم، من المثير للاهتمام الرسم بهذه الطريقة. واو، كم أنتم ساذجون. الآن سأحصل بالتأكيد على الآيس كريم. رأينا كم نوع من الهراء سترسم شارلوت. وقتكم ينفذ، نهاية الجولة. انظر، كم تحب الآيس كريم ثلاثي الأبعاد؟ كيف؟ ماذا؟ إنه ليس بوظة حتى، هل تمزحين معي؟ هذا لا يصلح. ورسمي رائعاً. حسناً، وكأن الصغير قد رسمه، أنا لا أحبه حقاً. ماذا؟ هذا ليس رسمي حتى، كيف صدقت ذلك؟ وهنا خاصتي، أنا جربت. رائع، أنا أرى الرسم الخاص بك هو الأفضل. ماذا؟ لكن هذا الرسم الخاص بي. جوليا تحصل على الآيس كريم. شكرا جزيلا، أنا أستحقه. ليس عادلا علينا أن ننتقم. أوافقك. وأنت يا جوليا ستأكلين الفتات. آسف، لقد انجرفت في الرسم. هل أنتم مستعدون للساحر؟ يبدو أنه سيكون هناك شيء مثير. وبدون نظارات، هل ستري؟ أتشه، مهلا، أين النظارات؟ أين ذهبوا؟ لا أعرف أساسا. مزحة لئيمة جدا. حسنا، سأحاول رؤيته هكذا. هذه المرة سوف أستحضر جائزتكم. من يرسم أفضل سيحصل على هذا الأخطبوط. قرف أو جنون؟ ماذا هناك؟ أنا لا أرى. هيا بدأ الوقت. ماذا سأرسم؟ لا أريد أخطبوطا على الإطلاق، سأرسم بشكل سيء. لا أرى أي شيء. بالضبط، هناك بالتأكيد حل في حقيبتي. أوه، تيك تاك، مجانية أيضا. لكن أين الذي أحتاجه كثيرا؟ أوه، بيكاتشو. انظروا كم هو رائع. أوه، لا أعرف حتى من أين أتى هذا الفأس. وجدتها، سوف تكون الدونات مفيدة لي. رهيب، هذا هو. أوه، هذه الدونات لذيذة على ما أعتقد. في الواقع لذيذة. لابد لي من محاولة الحصول على الجائزة. رائع، كم هو جميل. أعتقد أن البريق الأرجواني سيفي بالغرض. هاي، أين الدونات؟ أنا حقا لا أعرف. توقفوا، انتهى الوقت، دعونا نختار الفائز. انظر، لقد جربت. أنا أرى هذا رائع، لقد فزت، هيا نظارتك. شكرا لك، مذهل. الآن احتفظي بهذه الأشياء. أوه، قرف مرعب، أعتقد أنه وسيم. أبعده عني، أنا أخاف منه. يتم منح جائزة رائعة للرسم الرائع، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون الجائزة عبارة عن أخطبوط مقرف. كان الأمر رائعا، لا تتركوا تحدي رببة، ستجدون دائما مقاطع فيديو مضحكة.